السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المتابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده يا ربي، وما يكون ناقصكم حتى شي خير، وتكونوا دوزتوا نهاركم بصحه وسلامه وعافيه يا ربي، ويكون صيامكم مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وقيامكم وبصحتكم فطوركم. اليوم المتتبعين ديالي غادي نهضر على الموضوع ديال نفس القصه ونفس السيناريو، لكن اليوم الفيديو ديال اليوم مختلف شويه على الفيديوهات السابقه. فالفيديو ديال اليوم غادي نهضر على الاخت سعاد وعلى الابنه ديالها. الفيديو اللي كان خصو يتحط لا غدا او لا هادي عاد تحط دابا، كيف ما هضرت عليه في الفيديو السابق، انني كنت كنستنى الابنه من بعد ملي خرجات بالفيديو ديالها لا غدا تمشي عند الام ديالها يعني ونشوفوا بحال هذا الفيديو اللي تحطات اليوم. لكن نتوما كتشوفوا تقريبا اسبوع داز على ديك لا فيديو، عاد الابنه مشات لعند الام ديالها. يعني هادشي كيفاش كيجيكم المتتبعين ديالي، نتوما كيفاش كيجيكم؟ يعني الراي ديالكم فهو كيهمنا بزاف، ولقوا شي حاجه تخليها لي في كومونتير، وهكا غادي نقارنوا الكلام وغادي نلقاو نفس الاراء ونفس الافكار. فبصراحه كل ما كنقول شي حاجه لغدا كتكون بصراحه شي ولا كيضحك والله العظيم، لانه ولينا عايشين مع مسلسل تركي اولا مسلسل هندي، كنكونوا عارفين يعني المخرج شنو غادي يدير لغدا. خلاتها الممثله تحيه ليها من هذا المنبر، فخص غير المخرج لهذا المسلسل هذا باش يكونوا الادوار متقونين ويكون هذاك الشيء على حقه وطريقه. فاحنا كنشوفوا المهم، فكنتمنوا هادشي يكون كامل صدق، ما يكونش فيه الكذوب وما يكونش فيه التخرويط. كنشوفوا حنا الابنه مشات لعند الام ديالها، و بصراحه ما غاديش ننتقد هادشي لانه هادشي فطره فينا، واي ابنه كتوحش الام ديالها واي ابنه كتبغي تمشي عند الام ديالها، واي وحده كتبغي يعني الام راها فطره، ماشي ما كنظنش ان الكل عيكره الام ديالو ولا الكل غادي، بالعكس. وعاد الا كانت الام ضحات واحد الفتره من اجلنا ومن اجل باش نبقاو مع بعضياتنا، وخمت البنت وردت عقلها لراسها ولقات راسها انها غلطه في الام ديالها وبغات تصالح معها، هادشي حنا ما غاديش ننتقدوه ولا نهضروا عليه، لانه بصراحه ما هادشي يعني ممكن، ما علاش ما غاديش نكروه، ولكن كنتمنوا هادشي كامل ما يكون سيناريوهات وما يكونش كذوب وما يكونش تخرويط وما يكونش غير باش نطلعوا المشاهده وباش نربحوا الفلوس من الادسنس. وكنتمنى كذلك ان الاخت سعاد ما تكونش داخله في اللعبه، يعني حنا غادي نعرفوا عياو ما يجبدوا في هذا المسلسل وعياو ما يطولوا في الحلقات ديالو، لكن قريب ينتهي. ويلا السريعه وزداري بكريشه مور العيد مشاو للحسيمه، والاخت سعاد بقات مستمره في كاملين بينا، غادي نتاكدوا بان الاخت سعاد حتى هي داخله في اللعبه وغير باش يطلعوا المشاهده وباش يربحوا الفلوس من الادسنس. هادشي اللي كاين المشاهدين، فحنا كنشوفوا اليوم بان الاخت سعاد امام المشاهدين انها كتنصح بنتها يعني باش تكون لجنبها وباش يعني اي ام كتبغي هادشي، اي ام الابنه سند للام والام سند للابنه، يعني حنا هادشي كنعرفوه، فهذه فطره الانسان يعني ما نقدروش نغيروها. وكنتمنوا هادشي يكون صح ويكون حقيقي وما يكونش غير تلاعب بالمشاعر ديالنا والمشاعر ديال المتتبعين ديالهم، يعني الانسان من كيشوف هذا المشهد هذا بان الابنه والام مع بعضياتهم وكيعنقوا بعضياتهم بعد واحد المده اللي هما كانوا مفارقين فيها، ومن بعد من قبل احنا كنا شلنا كيفاش الابنه كتضرب في الام والام كتضرب في الابنه، والابنه كتضرب في الام، ورغم ذلك ما عمر الام خرجت بشي حاجه اللي هي خايبه ضد الابنه، كتقول الله يهديها بقى صغيره بقى هذه الله يهديها، وان الابنه كتسمع شي واحد كيضرب في العرض ديال الام ديالها وحاضره وكتسمع. ولكن كنتمنى والمتتبعين ديالي كنتمنى هادشي يكون
ساعات تكون خارج اللعبه، ما تكونش داخل اللعبه، لانه قريب هذا الموضوع يتفتح، وقريب كل واحد فيهم غادي نعرفوه الدور ديالو في هذا السيناريو هذا ولا في هذا المسلسل هذا. فكان سبحان الله ولينا كنشوفو بحال اللي كنلعبو، والله اللعب اللعب يعني شي حاجه اللي الانسان كيلعبها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما بقيناش كنعرفو الصادق من الكاذب. وسبحان الله هذا الزمان هذا ولا الصادق هو الكذاب والكذاب هو الصادق، وما بقيتي ما بقيناش كنعرفو الحق فين هو والباطل فين هو بصراحه. الله يجعل ربي حبيبي يديرنا حتى ولد الخير، ونكونوا بصراحه صادقين لا في كلامنا ولا في الاعمال ديالنا ولا في الافكار ديالنا ولا في اي حاجه كنديروها في الحياه ديالنا نكونوا فيها صادقين. فبصراحه انا ملي شفت اليوم الحوار بين الابنه والام عجبني الحال، حسيت بشويه الصدق عند الام، لان الام ملي كانت كتنصح واش هادشي بصح ولا راه حتى هو داخل في السيناريو العلم لله. لكن ما نكذبش انا ونقول ما حسيتش يعني في قلبي فرحت لان الابنه والام تصالحوا، ما غاديش نكذب وما غاديش ننافق في هادشي، ولكن هما الا كانوا كاذبين ربي فوق منهم، هو اللي غادي يجازيهم هو اللي غادي يحاسبهم. شنو بغيت نقول لكم، ملي كانت الام كتهضر مع الابنه وكتقول لها خصك بنتي تكوني معايا وتهلاي فيا وانا رمك، وهادي الابنه حسيت بها ما عجبهاش الحال وتجي عندي قالت لها ما تسنيش. الام قالت الابنه ما تسنيش حتى زعما الناس يهضروا، يعني كاين يوتيوبرز اللي يهضروا وصيف غيره كلشي يهضر. قالت لها انا ما جيتش حتى طلب شي واحد، انا جيت حيت بغيت، حيت انا بغيت نجي عندك. فهاد الشيء كيفرح، كنتمنوا مع انها ما تكون جات من قلبها وتصالحت مع امها من قلبها، وهذا الشيء يدوم ويكون صلح دائم ماشي غير زواق ماشي غير هضره. ولكن ما نعرف العلم لله، هذا الشيء كيبقى كامل كيبقى كيتلاعبوا بالمشاعر الناس. ودابا راه الانسان علاقه ديال الام وابنه راه ما خصش الانسان يتلعب بها، راه لا تلعبوا بها، راه صافي هادو راه ما بقاوش عندهم يد، قطعوا يدهم من يد الله سبحانه وتعالى، ما بقاتش عندهم صيله بالرحمه ولا بالشفقه ولا هادو، خصهم غير الفلوس. لا تلعبوا بهاد الامور هادو، فالانسان صافي غير نسى، راه انسان راه ولا حاجه اخرى. العلم لله شنو هي. فكنتمنى اخوتي اخواتاتي هاد الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم وتكون في المستوى. فاليوم انا بغيت نهضر على هاد الفيديو هذا اللي حطات الاخت سعاد، وبصراحه ما نكذبش على راسي عجبني الحال، لان الابنه مشات كنت كنتظر منها تمشي ومشات، واخا انها مشات متاخره فصافا، المهم مشات. وكنتمنى يكون هادشي كامل صدق، وكنتمنى هاد السيناريو يكون الحلقه ديالو الاخيره قريبه، يعني ما يزيدش يطول اكثر من هكذا، وما نزيدوش نبقاو متشوقين للحلقه الاخيره. فهادشي راه بالسل وحمض وعيقوا وزادوا فيه عاد، وهادشي ما كاين اخوتي اخواتاتي. فغنقول لكم نهاركم مبروك وساعتكم مبروكه، والله يتقبل صيامكم، وبقوا على فيديو جاي ان شاء الله تكون احسن من هادي وتكون في مستوى جيد يا ربي، وتنال الاعجاب ديالكم، وخليتكم على خير.